ما بك؟ لماذا لا تنام؟ أخشى أن تهرب مني. من تكون أنت؟ أي خلق الله أنت؟ سبق أن رددت على هذا السؤال. يوسف، الآلهة التي أؤمن بها عاجزة ولا تساوي شيئا أمام إلهك. حبذا لو حدثتني شيئا عن إلهك. إنه حاضر موجود في كل آن وفي كل مكان. رأيت كيف أنك تخاطبه بسهولة، وهو بدوره يسمع نجواك ويستجيب دعاءك أيضا. لا ريب عندي أنك لست كباقي الخلق ممن أعرف. ثمة قوة كامنة فيك تخولك فعل كل شيء. أفعل كل ما لا يغضب إتيانه ربي. من هو إلهك هذا الذي يعينك وينصرك حيثما كنت؟ ما أجمل ما وصفت به ربي. أود أن أؤمن به وأعبده. لقد آمنت لتوك، لا حاجة بك إلى تجديد العهد. آمنت حقا؟ قلت إن إلهي حاضر وموجود، وإنك تراه قادرا على كل شيء، وهو يسمع كل نجوى ولا يخيب رجاء من دعاه. ثم وصفت آلهتك بالعجز والهوان والضعف. هذا هو الإيمان بعينه. تقصد أنني بت مثلك موحدا لله تعالى؟ صرت موحدا في الليلة التي شفى الله فيها يد قطمير، وقد سألتني أشياء تنم عن ذلك. من أنت؟ لماذا لا تتكلم؟ أنت عبد هارب في ظاهر الأمر، لكنك في الواقع سيد السادات. أقسم عليك بالله الأحد، إلا أن... لا تقسم بالله، فلم يؤذن لي بالكلام. أقول فقط إن الذي أصابني كان بتدبير من الله وبمشيئته، وهو الذي ساق يوسف إلى بلاد مصر لغاية مقدسة. أي غاية؟ أطلعني على غايتك. أنا لا أعلم، سيتضح الأمر مع الأيام.